يعني من الأطفال وهو أسرتهم تنظيم أمور مراجعين بالعيادة. نعم. شلون يعني تنظمين أمورك؟ أنت أم يعني. نعم. خل أستوعبها. نعم. الرجل اللي يشتغل شغلة هم يتنرفز ورد يرجع للبيت ويصيح ويقلب الدنيا. صح. الغداء متأخر يدور لحجة. صح. حتى يفرغ الطاقة السلبية. صح. عيادة. نعم. سعدي رجلك وتربية أطفال ودراسة وبنتك ماجستير. نعم. كله يريد دعم. هذا شو؟ صح. أنا يعني قديمة بالعيادة من 2013 فالعمل أوكي ما أخذ عليه يصير ازدحام يصير لود يعني كلها وياها وياها أرجع لهم بالعكس أنا حاملة لهم المسواق وما أجهز أمورهم هاي نص ساعة حتى بالليل استثمرها وياهم ما أضيع الوقت أجهز أكلي بالليل أو من الصبح أطبخ وأطلع يعني عندي حضانة يعني كل أرتبها في سبيل أنا ما أخليهم وبنقص أرتب أمورهم وهوسة الحضانة ووضع كافي ساد الوضع اللي عندك حاليا بحاجة تحسين يعني أنت هم تفكرين أكيد دائما بينك وبين نفسك تفكرين بأنه شو وقت أرتاح الكل دائما يعني يقول شو وقت أرتاح واستقر فكرين هذا التفكير أنا أقول الحمد لله أهم شيء الله يعطينا الصحة ويستر علينا العافية والستر أهم شيء يعني بنتي هي تعمل وتساعدني هي يعني إذا أحتاج تساعدني بس هسه هي تدرس ماستر يعني اي هي خطايا هسه شوي يعني هم هي تريد اني اساعدها هم يعني اي فالحمد لله اني ماشيه الامور الحمد لله. طيب مو ان نشوف يعني اللود يعني بين الكهرباء وال نعم. والغذاء والايجار احنا ومصرف قاعدين الجامعه والماستر يحتاج لمصاري نعم. وكل اول متوسط يحتاج له أي. كل هذه يعني عبء كبير والله انا هنيك والله يحفظك ان شاء الله اريد رساله منك لشاباتنا هسه الموجودات اكيد ايه صحيح هاي بناتنا الموجودات الصحه والعافيه اللي الله منطيهم اياه تنطيهم رساله كون سعى صدر سرعتها يعني هي المراه كون تمتلك الصبر همينه تفكر زين يعني لا تستعجل بامورها بالحياه اهم شيء عينها على اولادها اهم شيء هم الاولاد لان هاي ثمره هاي رسالة هاي رسالة إلى بناتنا. نعم. أنت عندك رسالة خاصة بيك؟ يعني أنا عندي رسالة لمن أوجهها يعني الرسالة. أنت إما تريد توجهيها. أنا عندي رسالة يعني أتمنى يتحقق تعب بنتي مروة. قوليها. مروة هي طالب. يعني من طفولتها عانت ما عانت من مرض ويعني إحنا عالجناها. شنو المرض؟ ولو خفيها ستسمعني وما تقبل. هي كانت عندها فتحة بالقلب وإحنا سوينا رغم هي مريضة وتحب الدراسة تشيل الجنطة وتبكي عندها كانت فتحة بالقلب وإحنا سوينا لها سدادة بالثاني ابتدائي وظلت هي تحب الدراسة ظلت يعني الحمد لله والشكر وأني أبد ما تركتها رغم المعاناة وياها وياها. إذن بحاجة. نعم. إلى علاج هذه مناشدتك بحاجة هي خريجة اللغة العربية جامعة المستنصرية طيب. حاليا طالبة هي أحتاج أني أحد يدعمها يعني يسمعني ويدعمها والله يسمع رئيس الجامعة دكتور حميد تميم رئيس جامعة المستنصرية أيوة هذه الله. رسالة أيوة لك وأنت صاحب قلب طيب يعني حقيقة بتماس مباشر مع جنابك الكريم هذه هي رسالة طالبة من عندهم. هي طالبة بكلية التربية جامعة المستنصرية بحاجة إلى دعم أبوي أيوة وأنت أكيد ما تقصر هذه رسالة من أم عراقية مضحية أيوة. شكرا جزيلا ست مياد عدنان شكرا جزيلا كما أشكر أستاذ أحمد الزبيدي شكرا جزيلا.